وقول يا طرام الحقير انه لا يحلم انه يحط السفارة وشباب يصابون اول مرة وثاني مرة ويجون بعد سبع اصابة لجيش الاحتلال، وان شاء الله حنخش اراضينا ونصلي فيها ونزور القدس ان شاء الله تعالى. ولو بقول لترامب وبقول لجميع الدول اللي بيساند ترامب في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، هذا غلط وأكبر غلط. إحنا يا عم القدس إنا مش لإسرائيل ولا لأمريكا، وبإذن الله راجعين على القدس وراجعين على أراضينا. Amen.